يعد الإحرام أولى خطوة يقوم بها الحاج قبل بدء أداء المناسك، لكن الملاحظ أنه يوجد جدل كبير بين الحجاج خاصة الجزائريين منهم حول وقت ومكان الإحرام، لينقسم بين محرم في الطائرة وآخر في مطار جدة. محمد شوقي علاك استقصى عن ما يجب على الحجاج القيام به وأرسل لنا التالي. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو من بين الأعمال المقترنة بالحج، لكن كثيرا ما يقع الحجاج خاصة منهم الجزائريين في خلاف وارتباك حول الوقت المحدد لعملية الإحرام، فنجد من يحرم في الطائرة وآخرون لدى وصولهم إلى جدة. أنا جيت من الجزائر باش نحرم في الطائرة، خلاص ولو قال لي هكذاك يعني ما خلاص كنت ديجا عامل لبس الاحرام. انا درت على الميقات يعني اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاي ورا جده قال 70 كيلومتر واقيلا ميم با والو لا مهم. وش درت عليه هكذاك وحرمت في الطائره. انا حرمت من جده، خذينا بالفتاوي تاع علمائنا مثل الشيخ احمد عماني وشيوخنا في مدينة البرج. طريقة الإحرام على متن الطائرة أثارت حفيظة بعض الحجاج نظرا للفوضى الناجمة عن ذلك. الشيء المؤسف هو أن التناقض موجود، هذا يجي للتلفزة ويقول أن راهي رخصة للمغرب العربي باش يحرم في جدة، وعندما نأتي إلى المطار يقول لا تقدروا تحرموا، البسوا ذوك الصرافط منا ومشيوا للإحرام. وما شاهدناه في الطيارة اليوم نقول لك يعكس كل شيء، ليس بإحرام هذا. واحد ينحي الصباط، واحد ينحي السروال، واحد ينحي القمجة، واحد يروح توضع حشاك في البول، أين هو؟ الجدل القائم بين الحجاج الجزائريين حول الوقت المحدد للإحرام جعل لجنة الفتوى للبعثة الجزائرية تتدخل لتنهي هذا الإشكال بالدليل والحجة. كان الشيخ طه محمد طاهر بن عاشور شيخ المالكية في الزيتونة كان يفتي بأن الإحرام يكون من المطار، مطار جدة. كذلك الشيخ عبد الله كنون من علماء القرويين في المغرب. كذلك العلامة الكبير علامة الجزائر سيدي محمد بن كبير المالكي رحمه الله كان يفتي خليل عند قول خليل ولو ببحرين، ولو ببحرين. وكذلك من قال به من علمائنا شيخ أحمد حماني رحمه الله رئيس المجلس الإعلامي المجلس الأعلى الإسلامي الأعلى السابق، خلاف الذي مشى عليه لجنة الفتوى عندنا هو أن الإحرام يكون من جدة، فلا حرج فلا نشغب عليهم. ومن أحرم من جدة تقليدا للعالم الذي قال بأن الإحرام يكون من جدة نقول له لا يترتب عليك شيء لأنك قلدت عالما في فتواه. جدل الإحرام في جدة من عدمه أصبح الآن من الماضي، فمجموعة كبيرة من العلماء أجازوا ذلك مستندين للكتاب والسنة، ليبقى الإسلام دين يسر لا دين عسر.